للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى دكتور ناصر الفهداوي. أهلا بكم دكتور. بداية، نظمتم حملة استهدفتم فيها مخيم حسن شام الثاني بمنطقة الخازر، هل من معلومات أكثر عن تلك الحملة؟ حياكم الله أخي الكريم. أهلا وسهلا. الحملة حقيقة يعني تم تهيئتها بالتنسيق مع المخيمات، مع إدارة المخيمات لتقديم الأولويات اللي يحتاجها النازح حديثا، يعني الأشياء الحديثة التي طرأت على حياتهم. تم يعني تنسيق مع إدارة المخيمات في منطقة الخازر وبحركة وهرشم وغيرها من المخيمات المنتشرة في عموم مساحات محافظات العراق. يعني مع التنسيق مع النازحين كذلك احنا عندنا اتصالات شخصية مع العوائل النازحة داخل المخيمات في أولوية الاحتياجات لهم بما يحتاجه من الضروريات. ما تقييمكم لوضع النازحين في المخيمات؟ النازحين حقيقة الآن في حاجة ماسة إلى الدعم الإغاثي ومن الدعم المالي. احنا نقدر وجود العائلة الكريمة النازحة في المخيم باعتبارها يعني لها احتياجات خاصة، يعني سواء كانت امرأة أو بنت أو طفلة، وكذلك إذا كان طالب جامعي أو طالب ثانوي أو غيرهم من الطلبة. قدرنا بأنه هم الآن يحتاجون إلى المبالغ المالية، ولذلك تم الصيرورة إلى اختيار توزيع المنح المالية باعتبارها يعني عامل يعني ضروري وهام جدا في يعني تيسير كثير من الأمور في احتياجاتهم الخاصة اليومية. بإمكانهم أن يعني أن يشتروا أي شيء بما يتسر لهم المال من الذي تقدمه منظمة أم القرى وكذلك القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين. دكتور ناصر، حاجة ضرورية. تفضل اسمك. الحاجة ضرورية الآن في حياتهم هو يعني مبلغ مالي متيسر يعني يعينهم على اقتناء ما يحتاجونه، سواء كانوا للنساء، وهنالك احتياجات خاصة حقيقة للنساء وللبنات وغيرها ممكن يعني يحتاجوها بشكل ماس وضروري في حياتهم، ولذلك نحن قدرنا هذه القضية. وتم اختيار توزيع المنح المالية تقديرا لظروفهم ولحياتهم المأساوية اللي يعيشوها الآن في المخيمات. تفاجأنا بأنه يعني كثير من المنظمات عجزت عن تقديم حتى المواد الغذائية الإغاثية. دكتور ناصر، إذا سمحت لي، ما هي خطواتكم القادمة؟ وهل يعني لمستم اتصالات أو ربما تقرب من أي منظمة إغاثية حاولت أن تتعاون معكم؟ يعني المنظمات الإغاثية بشكل عام هي يعني عازفة تماما، يعني ما يقارب 90% 95% مما كانت تعمل ميدانيا مع النازحين توصل إليهم بعض الاحتياجات. الآن يعني هذه المنظمات قد سحبت ايديها من يعني من المخيمات، ويعني حقيقه ليست هنالك حقيقه يعني لاظهار انه المخيمات الان هي ليست فيها يعني عوائل نازحه بالكثره التي هنالك كثره كبيره جدا في المخيمات. يعني توجد في هذه المخيمات، ليس هنالك يعني تقديم من المنظمات لاحتياجات التي يحتاجها العائلة في هذه المخيمات. نحن نتمنى اي جهة يعني ننسق معها تريد ان يعني ان نوصل ما تريد لهذه العائلة النازحة باعتبار حاجتها وحياتها المأساوية اللي تعيشها في المخيمات. ما هي سياساتكم للمرحلة المقبلة؟ نحن نضع خطة بالعادة، يعني خطة يعني قريبة جدا، يعني عادة يعني تستغرق لمدة أشهر. نقدر يعني مع الاتصالات الميدانية للعائلات النازحة وكذلك الاتصالات مع إدارات المخيمات مشكورين، هم يتعاونون معنا، هم يقولون بأننا عندما نسمع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى تأتي إلى المخيم نستبشر خيرا بشكل كامل. ونفرح لوجودها ونفرح بمجرد سماع اسمها، ولذلك نحن يعني يقولون نحن نعرف تماما بأن يعني القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين قد جاء بما يفرح قلوبنا
ويطيب خواطرنا، وحقيقة يعني يفرج عن كثير من مآسينا. ولذلك يعني خطتنا القادمة هي توزيع توزيع المنح المالية باعتبارها الآن ضرورة ماسة لحياة الناس، يحتاجون مدافئ، يحتاجون أبواب الشتاء، يحتاجون شراء بطانيات، ربما يحتاجون شراء ملبس أو شراء يعني قرطاسيات لأبنائهم. وإحنا عرفنا عندهم طلبة جامعات وطلبة يعني ثانويات وابتدائيات، ولذلك نقدم هذا المبلغ المالي لكي يعينهم على يعني احتياجاتهم اليومية. كل التوفيق والشكر لك دكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى الإغاثية.